بيت مبدع الذي خاص هو بشهر رمضان، نلتقي فيه مع الشاعر أحمد حمانو، شاعر الزجال من مواليد 56، أصدر مجموعة من الدواوين الزجلية، سرير الحلمة في 2017، وكذلك حروف الصبرة في 2019. كذلك له عدة مشاركات في ملتقيات وطنية وكذلك ملتقيات دولية في الزجل، شارك بتونس. كذلك له عدة شهادات وتجارب في الحياة وكذلك رحلات دولية سنكتشفها من خلال هذا اللقاء المباشر، في لقاء هذا اللقاء الثقافي مع سي أحمد حملو. كذلك سيكون معنا في هذا البث المباشر الدكتور محمد مرزاق الذي سيقدم شهادات في تجربة الشاعر أحمد حمانو، بالإضافة إلى تقديم يعني دراسة وقراءة نقدية في مجموع أعماله، يعني مجموع أعماله. كذلك يحضر معنا إبراهيم على الهاتف، إبراهيم الرامي، وكذلك هو زجال، وكذلك يعني له علاقة يعني إبداعية وكذلك إنسانية مع الشاعر أحمد حمانو. نرحب بك سي أحمد حمانو. أهلا مرحبا. إذن بالنسبة للقاء معك، شحال هذه وحنا كنرتبوه وسبقنا تلاقينا معك في عدة لقاءات، ولكن هذا اللقاء هذا يكتسي صفة خاصة كونه يوجد يعني غادي نجيو معك وانت في الحجر الصحي من جامعة العوامرة إقليم العرائش. سي أحمد، بالنسبة لك انت غادي نعطي واحد الإضاءة على الشخصية ديالك والحياة ديالك. يعني انت بالنسبة لك أولا، بالنسبة لك كيفاش تلقي التعليم ديالك الأولي اللي تلقيتيه؟ التعليم ديالي كان من بداية 63، بعد 7 سنين بعد الولادة ديالي، لحد 7 سنين دخلت التعليم الابتدائي من 63 حتى 67 68 كانت قاطعة، وكان قالي واحد سنة قريتها في العرايش في لوسيراسيون، أنا كانت ملاحظة، ولكن كانت غير مدة ديال واحد 6 شهور، ومن بعدها انقطعت على الدراسة لأسباب اللي كانت شوية قاهرة. نعم، وبالنسبة للمدرسة اللي كنتي فيها، المدرسة اللي تلقيتي فيها التعليم ديالك؟ مدرسة في العوامرة. نعم، هي مدرسة مدرسة الداخلة. الداخلة اللي هي باقا موجودة لدابا، واللي خرجوا منها تبارك الله واحد عدد كبير ديال الاطر من هذه المدرسه، وكيرجع الفضل ليها. نعم، وكل شيء كيبغي يعرف في ديك المرحله هذيك، يعني التلاميذ اللي مازال كتذكرهم اللي قراو معاك في ديك المرحله، واش عندك شي مازال كتذكر ديك المرحله هذيك؟ كيفاش عشتوا؟ كيفاش كانت القرايه والدراسه في ديك الساعات؟ عشنا في واحد الفتره اللي كانت تبارك الله كانت جوهريه، كان كلشي متعطش يقرا، كان كلشي متعطش للخدمه، كان كلشي متعطش للمعرفه والعلم، واللي كانت عندنا غيره، وكان عندنا واحد التنافس مع بعضياتنا. حنا مازال صغار وكنت نتنافسوا، خاصه دائما كل واحد يحصل الرتبه الاولى، كل واحد خاصو يعني يدير اكثر من جهده، الا اللي ما استطاعش. ولكن على العموم تبارك الله كان واحد التنافس كان جيد، وكانت واحد اللحمه مع بعضياتنا. نعم، والاساتذه مازال كتذكر شي اساتذه اللي قريت عليهم؟ كيفاش كان يعني المستوى ديال التعليم والتربيه في ديك المرحله هذه اللي تلقيتوه؟ هذوك الاساتذه اللي يعطيك واحد الكاس ديال الماء في الصحراء وانت عطشان، ما يمكنكش تنساه، عمرو ما يتنسى. الاساتذه اللي قراونا من التحضيري حتى القسم الشهاده مازال دابا احيانا بحال اللي كنعيش معاهم، منهم رحمهم الله ومنهم اللي باقين كبروا في السن ديالهم. ملي كنتذكرهم كنشوف فيهم واحد القدوة، واحد الناس اللي عطاو اكثر من داكشي اللي كنا كننتظروه، وجزاهم الله عنا خيرا.
انا عم كتذكر بعض الاسماء. كان القسم التحضيري كان قراني السي بوغالم الله يرحمه، القسم الثاني كان قراني السي العليتي، راه كان باقي على قيد الحياه وراه كبر دابا كيعيش في طنجه. القسم الثالث كان قراني جوج الاساتذه، كان السي عبد القادر الصحراوي راه كنت مره كنلقاه في العرايش، انسان واحد انسان حمراني طويل، وكان السي عبد القادر الشرود الله يرحمه. ومن بعدهم قراني السي بلبقي، السي محمد بلبقي، والسي قاسم، السي محمد بلبقي كان كيقرينا العربيه، والسي قاسم كان كيقرينا الفرنسيه. اذا سي احمد يختزن ذاكره قويه، مازال كيتذكر الاسماء وكذلك السمات والملامح. بالنسبه لك انت هذه المرحله اللي قريتي، شنو هو الاثر اللي خلات عندك انت يعني في هذه المرحله هذه، شي حاجه اللي طبعت وبصمت يعني الشخصيه ديالك في هذه المرحله هذه ديال اللي هي الطفوله بالاخص بالنسبه للتعليم؟ ملي كنرجع الذاكره وكنرجع مزيان كنصيب دوك الناس، منهم بدات القاعده، منهم بدات نقول تكوين شخصيتي، لا من الاخلاق ولا من التربيه ولا من داك الامل اللي كننتظرو في الحياه. وهذوك الناس في الصغر ديالنا ملي كنا كندرسو عندهم كانوا دائما كيعلمونا الرجوله وما كيعلمونا الرجوله والنجاح، وكانوا ما كيعلموناش الفشل والاهمال. وهادشي كرجع ليهم ليمات الله رحمهم الله جميعا. نعم. وبالنسبه للاطفال كذلك اللي كانوا في هذا المعرض، كتذكر بعض الاسماء يعني في الطفوله ديالك؟ مازال كنتذكر الشغف ديال الطفوله ولحظات المراح ولا بالاخص سواء في المدرسه ولا في الحي، يعني كيفاش انت عشتي الطفوله ديالك غالبا في هذه الجامعه اللي هي قرويه؟ عشت في كاين اصدقاء ديال الدراسه وكاين اصدقاء ديال الحومه وديال الدوار. من جملة الأصدقاء تاع الدراسة اللي كنا حنا واحد ثلاثة حنا صغار في القسم، كان العمراني حسون هو في سخسوخ اليوم راه الشيخ ديال المنطقة، كان الحاج مبارك بن سعيد هو نيت ما من سخسوخ. هادي كتربط بيناتنا واحد العلاقة كبيرة ومازال حتى لدابا كيربط معنا، وباقي داك الحنين وداك الحب وداك الباص وداك الضحك وديك الزيارات لبعضياتنا باقي لدابا انا كنحس بها وكنعيشها. نعم. وبالنسبة للمنبع ديال التربية وديال يعني لما ينقولوا بناء الشخصية كيكون أساسي بالنسبة للأسرة داخل الأسرة، أنت بالنسبة لك بديتي في يعني في الحومة ديالك اللي عشتي فيها وداك الشيء، يمكن لك تكلم على كيفاش التربية ديالك كانت داخل الأسرة؟ هنبدا من داخل الأسرة. الأب ديالي الله يرحمه والوالدة الله يرزقها الصحيحة كانوا عندي مدرسة، كان عندي فيهم معهد، كان عندي فيهم تكوين، كونوني. كان الوالد الله يرحمه دائما كان كيتكلم لي على جوج الحاجات، كيتكلم لي وكيلح عليا جوج الحاجات خصني نكون هذاك هو السلاح ديالي، وهي عزة النفس واحترام الغير. الوالدة كانت الله يرحمها تصور إلى هزيت غير شي حاجة وجبتها ما تتعطات كتقول لي أحمد ملي جبتي ديك الحاجة لا ميك دا لا ردها، كتقول لي خلينا نعيشو بالجوع وما نعيشوش بواحد الحاجة اللي هتدخل هذه ماشي ديالنا. وهذا كوننا. والوالد ولا الوالد كيقول لك دير ما تبغي الكذوب ما نبغيوش، ملي كنكونو كنتناقش معاه شي حاجة كيقول لك شوف دير ما تبغي، الأخطاء كندوزهم عليه ولكن الكذوب ما نقبلوش. وعلمونا ما نكذبوش، ملي كيتعلم الإنسان ما يكذبش كيبقى كيخاف من الحاجة اللي هتأذيه. نعم. وبالنسبة للتعليم في غالبا كنعرفو كيكون التعليم في المدارس يعني العتيقة أخص بالنسبة للمدارس القرآنية، بالنسبة لك واش تلقيتيش دخلتيش كتاب قرآني؟ لا ما في المساجد ما قريتش، ملي قريت حتى ديك اللحظة في الصغر ديالنا ما كانش الروض، كان غير المسجد رغم هذاك الشيء أنا ما قريتش في المسجد. من بعد ما خرجت من الدراسة
في 69 خرجت من مقاطعة الدراسة، ما وليت شي مسيل 69 70 70 كنت درت واحد 6 شهور ولا 7 شهور في واحد المعهد ديال التكوين ديال النسيج في القصر الكبير، بقيت فيه غير 6 شهور وخرجت. من بعد الخروج ديالي من تما خرجت، بقيت كنخدم واحد الفترة ديال شي عام وكنخدم مازال صغير باش كنعاون الوالد. من موراها بديت في العوامرة، كنت ديك الساعة في القيادة في الجامعة، تما كنت عاون في مكتب الحياة المدنية. شنو سنة شحال كان في عمر ديالك ديك الساعة؟ ديك الساعة كنت باقي صغير، ما بين 16 عام 15 عام. كنت مازال كتابع الدراسة ديالك والخالتي يعني داخل عاون داخل الجامعة. شكون القسم اللي خدمتي فيه؟ قسم الحياة المدنية. نعم، واش يمكن تكون ذاك المرحلة ديال اللي كانت في الإدارة، كيفاش كان الأقسام وكيفاش اشتغلتوا داخل قسم الحياة المدنية؟ كان الاشتغال في مكتب الحياة المدنية ما كانش بحال حاليا. اليوم دخلت عليه قوانين جديدة وضحت الصرامة تما، رغم ديك اللحظة كان مسائل غادا مضبوطة. علاش رئيس القسم راه كان هو اللي مكلف، كان الامور ديالو كيضبطها. وشي اللي كيتقال السؤال هو انك انت كنت مازال كتقرا الحاجه ديال الاداره هي اللي جعلت انك تدخل ديك الساعات وخا مازال كتبع الدراسه ودخلتي تكون عاون داخل الاداره. الساعه انا كنقاطعك على الدراسه. تقاطعتي ديال الدراسه؟ كنقاطعك على الدراسه واحد المده ديال واحد العامين ولا ثلاث سنين. ومنين مشينا هذيك الساعه كانوا كيقلبوا في الجامعات هذوك، كانوا كيقلبوا غير شي واحد يكون كيعرف وكيكونوه. فعلا اللي كونوني. واخا نشوفوا السي حمانو، نشوفوا المسار الدراسي ديالك نتبعوه من بعد المرحله الابتدائيه، واش كاين شي حاجه كتطبع في هذه المرحله مازال علاقه بالدين ديالك كان عندها واحد الاثر كبير على بناء ويعني التكوين ديال الشخصيه ديالك في هذه المرحله الابتدائيه؟ الانسان ملي كيكون كيقرا وكيكون عنده اساتذه وكيكون عنده واحد الامل وكيكون عنده واحد الطموح راه كيجتهد وكيفكر دائما خاصو يوصل. وكان داك السي بلفك الله يرحمه كان استاذ ديال العربيه، كان دائما كيبقى نضرب كيقول لي انت الخمسي راه عندك شي حاجه داك الراس تخرج منه شي حاجه، وهذه كانت كتخليني نجتهد. وكان واحد الاستاذ السي قاسم الله يرحمه الفرنسيه دائما كان كيجي وكان كيعاملني واحد ما كيعملش انا بوحدي، كان كيعامل. ولكن هذوك الناس كانوا كيبنيو فينا روح ديال المطالعه، روح ديال الرجوله، روح ديال الثقافه. ولكن الظروف ما سمحت ليش باش نتبع الدراسه ديالي. وتبعت يعني في قسم ملاحظه يعني تبعتي في سنه وحده شي 6 شهور ولا 7 شهور، ما كانش كنت مشيت مؤخر وما كملتش. وكان شنو هي الاسباب اللي انقطعت على الدراسه؟ هو الظروف الماديه، الوالد كان ضعيف، وكان عندي اخ كيقرا الكبر من هذيك الساعه كان في الاعدادي، كان عنده لابورت في القصر، وكان واحد اخر صغر مني كان كيقرا، وانا ما كنتش خد في المنحه، وهذاك هو السبب اللي انقطع الدراسه. ومن والوالد الله يرحمه شنو اللي وقع في الوقت اللي تغلب باش نكمل انا الدراسه، كنت محيوزا عند شي ناس تما الله يرحمهم برحمه الله اللي كانوا يديروا في ذاك الخير. نض كيكتب رساله، يكتب رساله للمدير ديال الحبس باش نعيش في الحبس ونكمل الدراسه ديالي. هذه القصه الغريبه هذه هي اللي استغربت، يعني كيفاش ان الاب فكر يعني بحكم العطف ديالو يعني والرعايه ديالو باغيك انك تقرا وداك الشيء، يعني بحث على جميع الوسائل بما فيها هذا الوسائل زعما زادنا عبر الاستغراب، يعني ان كيفاش انه بغى تمشي للسجن ونكمل الدراسه ديالو. وكيفاش هذه القضيه؟ كيفاش بدون ما عندك حتى شي مخالفه ولا شي حاله؟ لا ماشي مخالفه، هو خاصو ولده ما يضيعش. نعم، هذاك ربما الوالد حتى هو كان فقيه حامل كتاب الله، وكان له شيء من المعرفه تبارك الله عليه، وكان حكيم. وتقريبا احيانا دابا كنعيش انا غير ذاك الشيء اللي تلقيت منه. نعم، وفي هذه القصه هذه ما تحققش الطموح ديالي، يعني كيفاش انت ما بغيتيش تمشي يعني؟ لا ماشي انا، لا وكان شنو هي الظروف اللي مشيتي؟ انا كنت نبغي نمشي، انا براسي كان خصني نقرا. جات الوالده واحد عمتها ديال الوالده قالوا لا ما كان علاش دابا اللي عطى الله هو هذا،
ويخرج يعاونك ويساعدك على على خوتو وتعاون. وفعلا خرجت وانا باقي صغير وما خرجت كنخدم وكنبرد. وهذه المرحله القصيره اللي كانت مدرسه او اللي كانت مدرسه الملاحظه كانت في في الثانويه او اعداديه اعداديه والثانويه ديال مولاي محمد عبد الله بن ابي العرائش. عندك شي فكره على هذيك المرحله ديال التعليم كيفاش كان وبعض الاشخاص اللي ربما واخا كانت فتره قصيره كتذكرهم في هذه المرحله هذه؟ الاصدقاء كانوا عندي جوج اصدقاء، واحد دابا كنلقاه وكن دائما كنعنقو والسميه ديالو كنت غيبلي، وكان واحد الصديق اللي ما هذاك ما بقيتش نشوفو تسمو بوحويطه الى باقي كنتر، وكاين شي تلاميذ اللي كانوا مخرجوا بحالهم لندن وجات مره وتلاقينا. بالنسبه للاداريين ولا الاساتذه اللي كانوا ديك المرحله اللي كان اللي عقلت عليه بزاف ولكن جدت صداقه، وكنقول هذاك هو الاب الروحي ديالي حاليا واللي كنحترمه لواحد الدرجه ما تصورش، عندي عزيز في مرتبه الوالد هو الحاج السي احمد الشرقي اللي كنت تلميذ في المدرسه ديالو، ودارت الايام وهنوليو نتلاقى وهنقول له السي احمد راني كنت تلميذ ديالو، ولحد الان بيناتنا واحد الصداقه. هو شاعر يعني ومبدع حتى هو، تلاقيته في الاخر يعني في نفس المسار ديال الابداع وداك الشيء، انه حتى هو كيكتب الشعر. وبالنسبه له واش كانت تما شي ارهاص في البوادير بانه عنده هذا الاهتمام بالادب؟ والسي احمد كان في ديك المرحله هو والدكتور حسن كريباق، وكان واحد المجموعه، وكان ديك اللحظه كان العريش عندها ملي كنقولوا العريش كون كنقولوا السي حسن كريباق اللي عطى واحد الوجه جميل لمدينه العرائش خارج العرائش في فاس، وكان كيدافع دائما على اللغه العربيه، وتبارك الله على ذاك السيد. وهذوك الشيوخ ذوك الاهرام صعيب بزاف الى فقدناهم، وصعيب باش نلقوهم. الاخوان اللي التحقتوا بنا مرحبا بكم، اللي عنده شي تعليق اللي عنده شي بارطاجيو باش يوصل الصوت ديالنا. احنا رحنا في واحد الحوار مباشر مع الشاعر المبدع والزجال مباشره من جامعه العوامره في لقاء ثقافي نستعرض فيه التجربه ديالو في الكتابه الزجليه، بالاضافه الى تقديم شهادات في حقه من طرف اصدقائه ومن طرف المبدعين الذين عايشوا تجربته. بارطاجيو معنا، تواصلوا باش يوصل الصوت ديالنا. مرحبا بكم. غادي نواصلوا المسار ديال الشاعر المبدع احمد حمانو بعد المرحله ديال الملاحظه، يعني وخرجتي من فصلتي من الدراسه، يعني شنو كان المسار ديالك من بعد؟ المسار كان خاصني نفرض راسي وخاصني نوجد راسي، علاش؟ حيت الطريق شويه صعيبه وشاقه، وباش دير خاصك تفرض راسك وخاصك تحدى الصعوبات، وداك الشيء هو اللي كان. بعد ما كنت في مكتب الحاله المدنيه خدمنا واحد حتى 74، ديك 74 كان المهم كانت شي ضبابه ما لا داعي ليه. وفعلا نعم الضبابه حنا بغينا نوضحوها باش يولي كلار وما يبقاش يولي نشوفو بالعين، وما نبقاش عندنا داك التشويش على ديك المرحله هذيك. شنو هي الضبابه؟ فين فواحد البدايه ديالنا ملي بديت كنخدم كانوا كيخلصونا بالزيت وبالطحين، من كانت هذيك الاعانه ديال او كنا كنقولوا التعاون الوطني، كان هذاك هو اللي كان كيتخلطوا حنا به، حيت ما كانش رسمي كان غير عون. من بعد كان انا ذاك واحد القايد وكان واحد الرئيس الله يرحمهم برحمه الله، انا كنت بقيت بيناتهم وبقيت كنا كل دق من كل جهه، علاش؟ حيت كانت واحد النوع ديال العزه النفس وواحد النوع ديال المعقول. القايد بغى يخدمني الشكان ديالو، والرئيس بغى يخدمني الشكان ديالو. انا خديت الحياد، ولكن الحياد من جاني الوالد دائما كيقول لي تبارك عزه النفس وسطون انسان، عرفت كي تقول؟ انا بقيت هكاك، هما بقاو كيتامروا عليا بجوج، هذا كيقول هذا راه مع هذا وهذا مع هذا، وواحد اللحظه حصلوا عليا واحد الخيانه كبرى، حصلوا عليا سرق 150 فرنك درهم فاصله
خمسة ديال سنتي درهم ونص. وهي ماشي سرقة يعني غير عملية تسجيل يعني دخل عندك ماشي شي واحد ما ضبطش الحسابات ديالك. اه في الحساب. وهذيك السيدي وناضو كيديروا عليها محضر وهيوجهوني للمحكمة وهيغوت عليها القايد وهيجيب الكاتب والشاب ديال المخزنية آنذاك وواحد الإطار كان تما في الجامعة. وكان اعترف انا لكم هاد 150 فرانك هي عندي 150 فرانك 150 درهم ونص. نعم وعملك عملك المحضر وعملك وداني المحضر اكيزاسيون ديال اتهام بان راك وهيبيتني في الحبس. قال ندير هذا نسدو عليه في الحبس ما بغيكمش. قلت ما يمكنش انا. قال لك لا انت تشفر. قلت واذا كنت تشفر انا قدامك يا قلت 150 فرانك درهم ونص سرقتها يا انا كنشد بها شنو اللي باغي مني. قال لي ربي. قلت ربيني ولكن ما نبتينا في الحبس هتوجهني المحكمة وجهني المحكمة. فعلا قال لي سير غدا في 8 الصباح تكون هنا. لا غدا 8 اللي كنت ما في ديك الساعة اللي خرج تبعني واحد السيد الله يرحمه برحمة الله كان موظفكم. قال لي حمد كل عام. قال لي راه يتكرفصوا عليك شوف لكن شي حاجة شي واحد. هذيك الساعة فكرت نهود بالدائرة. دائرة كانت مع واحد السيد الله يرحمه كيقول السي حبيب السي محمد الكولي ولدو السي جمال وولدو واحد السي محمد. هذاك السي محمد كان الله يذكره بالخير كان هو والاخ ديالي كانوا اصدقاء في المدرسة الإدارية كانوا كيتبعوا الدراسة ديالهم في الرباط. هذيك بقات ديك الصداقة وانا نهود عند السي حبيب داك الصباح بكري والوالد ما كانش هنا لا الوالد لا الوالدة كانوا في اسفل هوت عندو عند السي حبيب أسكن حمامه. قلت له راه القضيه شويه بقى كيضحك. قال لي هما الدم ديال القبيله كيمصوه وانت على درهم ونص يتعلموا فيك الرجله. قال لي سير طلع بحالك انا غنغوت عليهم دابا ومنين يجيو لعندك ملي تشوفهم جايين هز رجليك وحطهم في الطابله وما تنزلهمش. قلت له صافي. هذيك الساعه انا طلعت بحالك طلعت مشيت للمكتب الحمامي اللي كان خدم. واحد اللحظه تاتم جاي القايد نزل تم جاي كيغوت وانا رجعت حتى فوق الطابله هنزل لك انا هكا اللي عطى الله هو هذا ولقى كيغوت ولا ضرب عليا الباب وخرج بحالو مشى بحالو. كملت انا النهار ديالي كان ديك الساعه كان السبت كنا كنخدموا غير نص نهار. مشيت بحالي في نص نهار النهار الاثنين ثاني ولات طلعت في الصباح طلعت بقيت خدام. واحد اللحظه الوالد جا عندي هذيك الساعه الوالد كان مسافر جا خلط عليا الاداره السلام عليكم وعليكم السلام. قال لي نهضر معاك خرجت انا وياه. قال لي ولدي شو وقع لك. قلت له باش كاين واش كاين واش كاين. بقى كيضحك. قال لي ولدي جوج حاجات قبل منهم وحده. قلت له شنو الوالد. قال لي واش بغيتي العز ولا بغيتي الدل. قلت له با بغيت العز. قال لي رمي لهم داك الستيلو يلاه بحالك. وانا دخلت عند رئيس القسم السي احمد قشوش الله يرحمه. قلت له السي احمد بالسلام عليك ها الستيلو انا مشيت اشكين. قلت له وصلت عندي من تما خرجت قاود العتله الشاقور الرباله الكماله ولكن الحمد لله بقيت في عزة النفس غير من الاداره. يعني هذه قصه عزة النفس وعزة يعني اعتزاز بالارض والوطن يعني الشاعر يعني هنا جازت الكرامه يعني ديال الانسان يعني دائما شاعر احمد معروف شاعر الارض وشاعر الكرامه الانسانيه. هنا هذه واحد الجوانب اخرى كنكتشفوها من شخصيه احمد حمانو اللي ما كيعرفوش وحنا راه كنفتخروا بك سي احمد. بارك الله فيك. هذيك الساعه صافي خرجت من تماره وعاد كان عندي مشيات كنا كنخدم في اللوكس ولكن ما مشي رسمي غير مؤقت. وفي شهر واحد جوج ثلاثه كنا كنهودوا لجيت أزمور كنا كنزبروا الليمون تمايا ولكن هذيك حتى من 76 الفوق من 76 الفوق كنشد شويه راسي. هذيك الساعه بقيت كنخرج كنخدم كنجيب حالنا. ومن تما الوالد كان الله يرحمه كان دائما كان كيتنا على عزة النفس. غير شنو اللي وقع لي انا ديك المرحله ما كانتش عندي من فراغ رغم انقطاع ديالي على الدراسه رغم تماره عندي في الشركات وفي الجري ولكن ما كنتش كنبعد على المطالعه وعلى الكتب وعلى الدراسات. الدراسه الاسلاميه كنت كنهتم بها بزاف.
ومشات المسيره ديالي. نعم، هو العمل ديالك في المجال الفلاحي وبالاخص بشركه لوكوس اللي هي مختصه يعني في المنتجات الخضراء، ويعني تعليب وتلفيف ديال الخضار خاصة مثلا الطماطم، اضافه الى الجوني يعني الحاجات اللي كتلففهم شركه. كاين مطيشه وشنو اخر؟ كاين الفلفل، كان السمندر، كان جميع انواع الخضروات، كانوا كينجوا بزاف ديال الخضروات. ملي كنتكلم الى جيت نتكلم على اللوكس، نتكلم على واحد الام عندها على ام عندها رضعتني انا، ماشي انا بوحدي رضعت منطقه، رضعت قبيله. هي كلمه لوكس، يا ليت لوكس رجع للعهد ديالها. لوكس كان عندها مقسمه على جوج، كان عندها الكال هي المنطقه الرمليه اللي كان فيها الليمون، وكان المنطقه ديال الدهس، وعاد كانت كتكري اراضي داخل الوطن، سوق الاربعاء وسيدي علال التازي والنوح ديال بنات. هادو كان كعرايش عندها تما المعمل ديالها ديال مطيشه ديال نيورا، كانت مروجه واحد الشيء كبير ديال العامله. اما المنطقه ديال العوامره، وكان داك الشيء تقريبا الدواور كلها كانت كتعيش مع اللوكس، لا في الجهه ديال الليمون ديال التين، ولا في الجهه ديال العدير كاين مطيشه، كاين السمندر، كاين الذره التركيه. لو بغينا ناخذوا واحد القصه من الشيء هذا والاثار ديال هذا الشيء، بالاخص ان مثلا الارتباط ديالك بالارض والفلاحه يعني هو اللي جعلك انت تحب الارض وتكتب على الارض وديك الشيء. هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا حنايا، يعني كيفاش انت، لان انت كتعيش مع الارض وديك الشيء، وكنلاحظوا في قصائد ديالك انت دائما كتكلم على الانسان والعلاقه ديالو مع الارض والوطن، يعني ارتباط بالجذور الى اخره. كيفاش يمكن تقول هاد التجربه؟ واش كانت عندها واحد التاثير على التجربه ديالك الشعريه؟ حيت انا فين خلقت وتربيت، ملي كنحل عيني كنصيب الرمله قدامي، كنصيب التراب، كنصيب البقار، كنصيب الدجاج. انا ما تربيتش بين الحيوط، انا تربيت في فضاء، في العروبيه، في الباديه. تربيت عندنا البحيره، تربيت كنزرع بطاطا، كنزرع الكاوكاو، كنزرع مطيشه، كنحل بالبهايم، كنحش، كنسري البهايم. كنا كنخرجوا البهايم، انا باقي صغير كنخرج البهايم ديالنا، كنبيتهم برا، والسمره بعض المرات حتى هذا كان كيخلي داك الحب للارض. احيانا دابا كنشوف انا بقره، انا كنحتم نقول راه سميت بقره. واخا مثلا ذكرتي القبيله عاوتاني، حتى هي كان عندها واحد الاثر عليك، لان القبيله عندها واحد الموروث الثقافي، ما فيه مثلا الامثال يعني والحكم اللي معروفه بهم داك الشيء. هذا الموروث الثقافي واش كذلك يعني اثر فيك يعني في الكتابه ديالك؟ موروث الا بغينا نقولوا هو الشعري مثلا، كان بقاو الناس كيستعملوا الاحكام الامثال بزاف، كيستعملوا الحكام، يعني كاين واحد المخيال، لا بغينا نقولوا مخيال شعري او مخيال ديال الزجل. ملي كيكون داك الخليط مع الناس، ومن الاحسن الانسان ما يخلطش غير الكران ديالو، الشاب خاصو يعيش مع الشباب، لا خاصو يشوف الناس اللي هما صغار منه، ويشوف الناس اللي هما كبار منه، وبالخصوص الناس اللي كبر منه اللي كياخذ منهم تجربه، كياخذ منهم واحد هذيك الجرب. هذه كان رمضان وحنا باقي الدوار، انا باقي صغير، واحد السيد عمي الحسن الله يرحمه كيخرج من العشيه للعشيه، كان كيجني الهنديه، واحد النهار كنقولوا كان بخير، واحد النهار مشيت عنده قلت له خالي الحسن، عمي الحسن كنت كتجني الهنديه فهاد وتاكلها في رمضان. قال لي شوف ولدي، جوج هنديات حسن لي من كيلو تاع اللحم. وفعلا ملي كتقارنها كتصيبها بري، ملي كتعاتب انت ناس كبار وكتعاتب تجربتهم، راه كيكون كل واحد كيعطيك، ولكن العاقل شنو هو خاصو يجني داك الثمار من داك الكلام ديالهم. فعلا علاقتي بدوك الناس اللي كنت عاشر معاهم، وعلاقتي بالوالد اللي كان صادق بحد ذاته معايا، خلاني ناخذ بزاف ديال الحكام، وحيت هما سبقوني في التجربه ديالهم. واخا سي احمد، قبل ناخذ واحد الفاصيل يعني باش نرحبوا باللي التحقوا بنا توفيق الحمانو من موسكو، يعني هذا
الوالد ديال كان زكريا 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 حمانو زكريا حمانو كاين شي توفيق ولا شي حاجه يمكن شي توفيق راه كاين ما كنشوفش المهم كاين اتصلوا بنا كذلك شمالي زياد الشمالي او كذلك زهرة طه يعني كنرحبوا بالاخوان اللي التحقوا بنا كاملين وشاركوا معنا يعني احنا كنشاركوا معكم هذه الجلسه هذه مع الشاعر احمد حمانو غادي نوصلوا يعني بعد ما الشاعر يعني يتكلم على مرحله مهمه من الحياه ديالو فعلا كيقولوا تعليمه في الصغار كان نقش على الحجر فهو يعني تربى في الحضن ديال الاسره ديالو اللي رباته على الكرامه والعزه النفس بالاضافه الى التعليم الابتدائي ديالو اللي كان ذلك تلقى يعني واحد النوع ديال التعليم اللي كان مطبوع يعني بديك الابويه ديال الاستاذ يعني اللي كان كيحضن التلميذ وكيعطيه كيشبعوا يعني بقيم التربويه والثقافيه يعني فهو تربى في هذه البيئه هذه بالاضافه الى التاثير ديال الاسره ديالو كان قوي والمحيط ديالو يعني الاجتماعي في القبيله ديال او في المنطقه ديال العوامره نشوفوا جوانب اخرى والاهم من هذا الشيء هذا باش نختصروا يعني المسافه ونوصلوا لمحطه الزجل كيفاش جاء يعني الاهتمام بالابداع وعموما يعني انت قلتي خلاص ترتي عندها شي جوانب كيفاش جاء باش جيتي المحطه ديال اهتمتي بالزجل والابداع عموما ذاك الوقت ديال من 76 اولا من 75 حتى 80 كنت خدام في شركه في لوكس ومني كنجي مهروق مدقدق اش كنت كندير اول حاجه كنتوضا كنصلي وكنجبد وفين هذيك الساعه عندنا بيت ديال المقدار والزنك ما كاين لا كهرباء لا حتى شي حاجه اما كنشعل ديك لامبا اولا واحد التشميعه وكنجبد وكان عندي واحد الراديو انا ذاك كنتصنت ليه اللي كان دائما كان كيعجبني واحد البرنامج ديال ناشئه الادب اللي كان كيشرف عليه الاستاذ سي ادريس الجاي كان دائما وهذا كان كيخليني دائما ومره على مره كيجرني لعندو مره حتى وليت مدمن نقصد وهذاك اللي كان نقدر نقولو كان داك المفتاح ديال التعاطي ديالي لسماع القصيده او للزجل من بعد بقات كتطور الامور وليت بقيت جات واحد المرحله ديال 79 79 80 كانت شنت واحد الحرب ما بين ايران وما بين العراق تما كنبديت كنكتب شي قصائد ولكن ماشي بالزجل بالشعر الحر على القضيه العربيه ولا القضيه الاسلاميه كنت كنديرو وهذاك الشيء كنت كنكتبو ولكن مع الاسف ضاعوا لي دوك 10 القصائد اللي كانوا غادي البدايه ديالك في البدايه كانت هي خواطر كل ما كيبدا يعني اي شاعر دائما كيعبر على الاحاسيس ديالو يعني كتكون خواطر ادبيه كانوا خواطر كان بعض القصائد اللي كنت كتبتهم وفي الغالب تبدا القصيده امراه قصيده تبدا امراه لا ما كان واحد النوع فيا ما كنت كنبغي نمشي بعيد ذاك علاش حيت اي حاجه غنكتبها كان كيقراها لي الوالد او لا كنعطيها الرقابه اذا كانت الرقابه ما كنتش كتعبر لا يعني. انا كان واحد النوع من الحياء ما نقدرش نكتب قصيده وانا كنتغزل في مراه ولا واحد البنت ويقراها لي الوالد حيت الوالد رباني معاه صادق حيت ما ربانيش معاه راه لا تربينا مع بعضياتنا ما كنخذش منه وما يخذش مني وكنا كنتناقشوا والوالد الله يرحمه كان حتى شي طرائف ديالو اللي كانت وقعت له في الصغر ديالو كان كيحكيها لي وهذه كانوا من النوع اللي كانت كتخليني اذا المدرسه الاولى كانت هي السماع في الاذاعه برنامج ناشئه الادب لتكون اجيال هو مدرسه يعني كان يعده ادريس الجاي ومن بعد جنب بعد اعتقد زهيري او يعني كان يعده يعني ابو قاسم زهيري يعني كان برنامج يعني كان برنامج ناجح يعني ويتم فيه إلقاء الشعر يعني بمؤثرات يعني كانت فيه مؤثرات صوتية كان يعني أثر على مجموعة الأجيال
بالاخص بالنسبه للقصيده العموديه، قصيده الشعر الحر. بالنسبه لك يعني هذا الدريس الجاي من بعد كانت عندك شي لقاء معاه من بعد؟ كان عندي لقاء معاه في شهر 11 79 بعد الوفاه ديال الاخ ديالي، وكان في الرباط في لوسيون في الحي الموحد، وكان جا وقد تقدموا لي، وكنشوف داك الدريس الجاي دابا ملي كنتذكرو كنشوفو كانه حاضر معايا. كان داك لابس داك هذاك الكبوت ديالو طويل المونطو، ندير واحد الطربوش، واحد الشخصيه، وكان هادئ ثقيل واحد الوزن تبارك الله عليه. وضمني لعندو عندنا قليل وسلم عليا، وقلت له راه الاستاذ راني من المتبعين ديالك ديال هادي، وقال لي راه ان شاء الله خير. المهم غير هذيك اخر لحظه، وما كانش شي وقت طويل، كان وقت العزاء. نعم، وهذه المرحله ديال الرباط من بعد مع عندك الاسره في الرباط، يعني تشبعتي بالقيم الثقافيه، يعني المحيط كيأثر، كيقولوا الانسان من بيئته. انت مشيتي الرباط، شتي مدينه الانوار كما كيقولوا، كانت فيها مظاهر ثقافيه، قراءه مثلا ديال داخل الحدائق. واش اثرت فيك شي صور، شي حدث في المسار ديالك؟ يعني انت شفتي اول مره؟ كان الاخ ديالي تما بعد ما كمل الدراسه ديالو، كان تعين وزاره السكن والتعمير، كان رئيس قسم السباقات في وزاره السكن والتعمير. ولكن قبل ما يتعين كان دائما كنزورو، دائما كنزورو كيجي، حيت انا والاخ ديالي كنا بينت واحد الصداقه، ما نقولش اخوه. واحد النهار هذاك النهار نقدر نقول ما هي تنساش ليا، كانت واحد الحديقه تمايا، انا خرجت من ديك الحديقه ندور، قلت يمكن نرتاح واحد ساعه ولا ساعتين، ومشيت مشيت لديك الحديقه، دخلت كنشوف الناس راهم تما موجودين. واحد اللحظه كنقول انا واه الحب هنا، ربما هنصيب بنات هنصيب كدا، فعلا دخلت كنصيب البنات كنصيب الاولاد. ولكن اللي صدمني وهو ملي دخلت ما هادش حتى جريده، حتى ورقه، وما هادش حتى سيلو بجيمي، وهذوك البنات وهذوك الاولاد اللي تما كلهم طلبه، كل واحد مدهي مع 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 الدروس ديالو، كل واحد كيناقش الاطروحه ديالو، ما كيهضروش مع بعضهم الا بعد منهم اللي كيكونوا غير كيتناقشوا شي موضوع. انا كنقول هنا غنصيب هذاك الشيء اللي في دماغي، هنا ديك الصور اللي كانت في ديك المرحله هذيك، في ديك المرحله ديال السبعينات. كانت بالاخص حديقه الاميره كانت الا بغينا نقولوا مرتع ديال الناس اللي كيقراو، يعني وهذه المظاهر هذه الثقافيه ما بقاتش هي في الفضاءات العامه، مع الاسف تلاشات نهائيا. تما انا نتمنى هذوك الحدائق، هذوك الناس يرجعوا لتما يشوفوا داك الشيء، ذاك الماضي اليوم سبحان الله ربما ما بقاش داك الشيء، ما بقاش داك الشيء. نعم، بالنسبه للمسار ديالك الابداعي في البدايه بدات الخواطر والكتابات، يعني محاولات في الشعر الحر، ويعني من بعد انقطعت، يعني واحد المرحله تقريبا بديت كتكتب انت الخواطر في منتصف السبعينات، يعني 75 74، من بعد وقع واحد يعني تخليتي على الكتابه وداك الشيء تقريبا واحد الفتره ديال 10 سنين، يعني تقريبا 10 سنين تقريبا حتى ل 20 عام. حتى ل 20 عام، يعني حتى التسعينات عاد بديت كتكتب. حتى التسعينات هذيك الساعه تزوجت. شنو هي الاسباب ديال الانقطاع ديالك على الكتابه؟ ما وصلتيش للمسار ديالك الابداعي، شنو هي المرحله ديال الانقطاع ديالي؟ توقف الانقطاع ديالي على الكتابه جا تزوجنا، درنا بقينا نديروا وليدات، ما بقاش عندي كاع كنهز داك الحمل باش نكتب، بقى عندي غير لا كاين شي مطالعه، لا كاين شي دائما، ولكن المطالعه ما انقطعش عليها حتى تجي حتى المرحله ديال طلعوا الدراري ولادي ما بقوش من العوامره، طلعوا للعريش يقراو، طلعوا للثانوي. هذيك الساعه واحد النهار انا كتبت واحد القصيده، هذيك القصيده غير كتبتها، ما كان واحد السيد مريض كان هنا في العوامره، كان براني، وكان كيقي النهار كان كيمشي ويجي، وديك القصيده العنوان ديالها هائم. كتبت ديك القصيده، خذاتها بنتي داتها لشي استاذ في العريش، قال لها شكون هذه؟ قالت له راه حباش باكش كيدير، قال لها غير فلاح. قال لها لا، هذا ما يمكنش يفلاح، هذه القصيده راه زوينه فيها شي حاجه خاصها تصاور. بقينا
تلاقوا مع الأصدقاء ومع الأحباب، وحتى طورنا المسيرة ديالنا في الكتابة. نعم، بالنسبة لعودة ديالك الكتابة يعني كانت القوة وأصبحت مؤسسة يعني انطلاقا من العمل داخل الجمعيات الملتقيات الوطنية وكذلك الوطنية دولية، وكذلك المشاركة ببعض المنتديات الثقافية. شنو هي المنتديات اللي انخرطتي فيها في هذه المرحلة في بداية التسعينات؟ نقولوا انخرط في نادي موظف في العريش، كنت كنحضر ليه. كنت تكلمنا على هذه المرحلة ديال نادي الموظفين اللي عشتيها نتايا والأشخاص اللي تلاقيت فيهم، وكان عندك ربما مسار مشترك إبداعي معهم أو أثروا أو خصبوا المسار ديالك أو ساهموا في ديالو. في نادي الموظفون اللي ما تنساش من ذاكرة، وهو واحد النهار كان عندنا لقاء تمايا وجاب شيء الإفراغ. 2006 2006 هذاك راه كان شويه قاصح، وكان علينا حصار وصداع، ومنه اللي طاح داك السي محمد الجميلي. السي محمد الجميلي هو كان رئيس النادي، كان رئيس النادي، ولا جات لومبيلونس وهزاته. المهم هذه نادي الموظف، كنت قبل ما ندخل ليه كنت كندوز من تمايا، وانا مازال ندير كنقول يا ريت انت ندخل انا كنا هنعيش مع هاد الاجواء ديال هاد الناس. وكترجع لي الذاكره كانت القهوه تمايا سنترال. نعم سنترال، سنترال مع ديك الصيف، وكان ديك الكراسة على برا، وكان كان شي شعراء وشي ادباء كانوا كيجلسوا ديك القهوه، وكان كيعجبني مره كانوا كيتناقشوا في الادب وفي اللغه وهذا. كنت كنمشي مع جنبهم وكنبقى كنتصنت كنسرق السمع منهم، كنبقى كنقول شوف هاد الناس تبارك الله فين وصلوا باللغه العربيه، وكيفاش كاين ذاك التطاحن ذاك التدافع للمعرفه. هذاك هاد الحويجات كلهم كيخليو الانسان يشق واحد الطريق. وفعلا حضرت تما في نادي الموظفين، وكنت نخرط واحد الوقت معهم واحد المده. وملي تهدا ملي كان قفلوه كان وقع واحد التغيير واحد الركود، ولكن الحمد لله اليوم راه نادي الموظفين راه رجع له. كانوا تما بعض الاصدقاء، كان السي مصطفى الجيعه، كان الحاج الترقي، كان السي محمد قرين، كاين الجميلي، كاين السي عبد القادر، كاين واحد مجموعه دابا عابد وعابد السي محمد عابد، السي دري تعلو، محمد بن عبود، بن عبود والاخر السروخ. نعم، ومن بعد جاو الشباب اللي التحقوا من بعد الشباب، كان الباكي، كان السلطاني، واحد مجموعه واحد الكوكبه اللي تبارك من الصعب تذكر جميع الاسماء، يعني كوكبه كبيره. وكيرجع لهم الفضل، وكان بزاف ديال الاخوان والاخوات. كان عندي اول مره باش نشارك بواحد ثلاثه القصائد الزجاليين مع المجموعه ديال مجموعه المشاهد اللي كنت صادفتهم هنا في الدار ديالي. ومن بعد طلعنا وكانت امسيه تمايا سهره، وكنت قريت تما ثلاثه القصائد، فعطوني واحد الوقت قريت ثلاثه القصائد. هذيك كانت شي شمن ديالك انا في العريش ابي ليلى أبي ليلى. هذيك اللحظة أنا من قريت سالين، جاء السي محمد الباكي سلم عليا، عرفني تبارك الله، قال لي حمانو بغيت كنديرو جمعية نضمو معنا في الجمعية. قلت له مرحبا. وفعلا درنا جمعية شارع الزجل. ونسبة للباكي راه كرجع له الفضل، ما نساهش حتى هو، خديت منه بكثير، لا من المعاملة ديالو، لا من أخلاقه، لا من التواضع ديالو. ما نساش ثاني السي عبد السلام السلطاني اللي هو صديق، ومازال نكنو الاحترام والتقدير على حتى هو بالنسبة ليا. لا هو ولا السي الباكي راه كل واحد عنده مدرسة، مدرسته الخاصة، وكل واحد جنيت منه ذاك التمر الطيبة، وكنطلب الله تبارك الله يدور في عمرهم.
نعم. كذلك بالنسبة للمنتديات اللي كانت الزجلية بالأخص التقيت بشعراء يعني الزجل اللي هما ربما ساهموا في المسار ديالك الزجلي يعني التنمية ديالو داكشي. يذكر بعض الأسماء يعني اللي بعض الأسماء اللي تأثر يعني ربما خصو يعني التجربة ديالك باللقاءات اللي تلاقيتي معاهم وداكشي أثروا فيك وداكشي. كنا شاركنا في واحد المنتدى أبيات فداك أبيات من ولينا بقينا كنتصلوا بشعراء إلا في المغرب ولا خارج المغرب. ومن جملة الشعراء اللي في المغرب كان الشاعرة الأستاذة فاطمة بوهراقة، كان الأستاذ المريني، كان الأستاذ بوشو، واحد عداد الأستاذ عبد الكريم طاهيري، واحد مجموعة ديال واحد اللحظة أن نكونوا جمعية جمعية دارة الشعر المغربي. شكون اللي يكون في هذه الجمعية؟ وهو عود بلا من قلتانا السير مختار الدغا، السي إبراهيم الرامي، فاطمة بوهرقة، الأستاذة أميرة المريني، الدكتور أنس أمين، الأستاذة أو الدكتورة من جديدة حبيبة زوكي. كاين واحد مجموعة اللي فعلا كنا درنا جمعية دارة الشعر المغربي في فاس في 2007، ومن ثم خدينا وفعلا ديك الجمعية راه باقا لحد الآن باقا كتشتغل. وكانت عندي قراءات قدام الأستاذة أميرة المريني ما بين الشعر الحر وما بين الزجل، وهي اللي عجبها حتى في الشعر الحر ديالي عجبتها وشجعتني، ولكن في الزجل قالت لي حمان وقالت لي عام، قالت لي انا بغيتك تمشي في الزجل اكثر. قالت لها استاذه قالت لي حيت انت عندك واحد الشخصيه حرشه ملي كنت في الزجل كتعطي اكثر من اللي هتعطي في الشعر الحر. وفعلا خديت الكلمه ديالها ومازال دابا كندير في الزجل، وفعلا عندي الزجل محبوب. وفي الشعر الحر حتى هو مازال كنعيش معاه. انا اصدرتي جوج ديال الدواوين الشعريه، سرير الحلمه وحروف الصبره. عندي سرير الحلمه. كيفاش جات هاد المساله يعني دخلتي المجال ديال الاصدار ويعني والتعامل مع الجمهور بطريقه اساسات يعني عن طريق النشر، يعني كيفاش جات هاد التجربه هذه؟ يمكن تكلمنا على سرير الحلمه. كان عندي ديوان في قرص سمعي بصري وفيه تدخل فيه الطبيعه، كتدخل فيه بزاف ديال كانوا قصائد. هذيك كان هو الاول، والثاني هو ورق حروف الصبره. حروف الصبره هذاك كان كتاب، وان شاء الله عندي دابا جوج ديال الدواوين موجدين قراب ان شاء الله باش نطبعهم. نعم. وانت دابا كتعيش فتره الحظر الصحي، يعني نقولوا مثلا المبدع كيفاش كيعيش هذه فتره الحظر الصحي؟ كانت عندك شي مشروع يعني في هذه المرحله هذه كيفاش عشتيها؟ كنت تقول للمتابعين ديالنا سي احمد حمانو حنا كنتبعنا معك التجربه ديالك، ولكن عاوتاني بغينا نستافدوا منك في الحظر الصحي. شنو عملتي؟ الحظر الصحي هذا امتحان وهذا قدر. الانسان اللي كيكون راضي خاصو يستجب. الحظر الصحي بالنسبه لي انا ما ضاعش، ربما استفدت منه اكثر من حوايج اخرين. ربما المهم راجعت ذاتي الاولى. وغير بالمناسبه ديال هذا رمضان ربحت بزاف ديال الحوايج في هذا الحظر الصحي. كنت كنصلي ولا كنمشي لصلاه التراويح وكنجي كان مع ديك الصلاه. اليوم الحمد لله تقريبا كنقرا واحد 8 6 الاحزاب، هذا فضل من الله. ثانيا عندي شي شغيلات هنا في الدار، كنبقيت محدود في الدار ديالي ما بين الجريدة وما بين الكتب والمطالعة وما بين الكتابة. نعم. كتبت شي حاجة جديدة في هذا؟ لا كتبت شي حاجة جديدة، المهم تقريبا كتبت واحد 3 القصائد ولا 4. نعم. ومنهم يعني باقي يعني فيها السياقات، يعني فيها السياقات الحجر، يعني عندها علاقة يعني في مستوحات يعني من هذا الحجر. كتبت يعني في سياقاته.
كتبتي حاجة على الحظر، هذا الحظر. عندك شي قصيدة ممكن تقرأ لنا شي أجزاء منها؟ نشوف واخا. إذا يقرأ علينا الشاعر الزجال أحمد حمانو من إنتاجاته الجديدة حصريا ومباشرة على صفحة وموقع العرايش أنفو، ومعنا دريس فيلا. دريس فيلا رياضي يعني، وكتاب معنا الشعر، والله العظيم الإبداع يعني، كذلك في الكرة حتى هو عنده إيقاعات ديالو، عنده يعني الحروف ديالو، حروف الإبداع يعني، في ممشات يعني كتكون على مستطيل الأخضر. تبارك الله عليك السي دريس، تبارك الله عليك، تبع معنا، راه حنا غادي مفاجآت، عندنا مفاجآت في رمضان في هذا اللقاء المباشر مع الشاعر أحمد حمانو. نشوف هنا مخنا. شوف سبحان الله، جبت عزيزة هذه من حبيبة زوجي، هنطلع غير فيها. إذا الشاعرة، مرحبا بالشاعرة، تمنينا تكون معنا حبيبة زوجي من الجديدة ياك. من الجديدة. نعم. واخا. إذا كنتمنى يكون معنا الشاعر يعني، ما عرفتش بالنسبة للناقد محمد مرزاق اللي غادي يقدم شهادات، وبالإضافة إلى قراءة في تجربة الشاعر أحمد حمانو، نتمنى يكون كتاب معنا الحلقة، وحنا غنتصلوا معه مباشرة يعني بعد قليل على الهاتف. نتمنى يكون معنا يعني، غادي نوجهوا يعني بعض الأسئلة يعني، والأخص المتابعين ديالنا. عندنا إدريس فيلا كيسلم عليك السي إدريس، كيسلم عليك السي أحمد، وكيقول يعني كيهنينا برمضان، وكيتمنى الصحة والعافية، وحنا بإذن الله بدورنا كنقول لك هاد المشاعر يعني الصادقة اللي كنعرفوا يعني السي إدريس. تبارك الله عليك السي إدريس. إذا في هذا اللقاء استعرضنا يعني مراحل مهمة من الحياة، يعني طبعة حياة الشاعر الزجال أحمد حمانو، سواء في التربية اللي تربى عليها داخل الأسرة، اللي تربى على واحد الكاريزما يعني ديال الشخصية اللي كتبني الشخصية الإنسان، بنية على يعني القضية الكرامة للإنسان والعزة النفس يعني، هذه قالها فعلا، واللي مازال دابا كنلاحظوا كتولي كيعملها الإنسان في الحياة ديالو كاملة. الأسرة كتكون عندها واحد الدور كبير فرسم الشخصية ديال الإنسان، بالإضافة إلى التربية ديالو اللي تلقاها في المدرسة، كذلك العلاقة الأبوية اللي كانت عنده ما بين الأستاذ وما بين هذا، كان فعلا كان كيأثروا الأساتذة بشكل قوي على الشخصية ديال المتعلمين، بالإضافة إلى المحيط ديالو، القبيلة يعني جماعة العوامرة اللي فعلا جماعة كبيرة، منطقة فلاحية معروفة بالمنتجات ديالها الفلاحية، وفعلا هو ارتبط بالأرض وارتبط بالحياة الفلاحية، وفعلا هاد التجربة ديال غناس التجربة الإبداعية ديالو، بحيث كتب على الأرض وكتب على يعني تغنى بالأرض، تغنى بالطبيعة يعني، وهذا الشيء لمسوه ملي غادي يقرأ لنا بعض الأشعار ديالو. شاعر يعني أنا شخصيا ملي كنقرا الشعر ديالو يعني كنحس فعلا بالقيمة ديال الشخصية ديال المبدع، لأنه فعلا تشبع بقيم ثقافية، قيم إبداعية. سي إدريس تتصلوا معنا، مع الأسف كانت تقطع قبيلات البث، وبرجعوا معنا الإخوان اللي كانوا قبيلات وديك الشيء، إحنا مازال على الاتصال المباشر في بث مباشر، في لقاء مباشر مع أحمد حمانو. ولا اتصلت بنا الأخت يعني، ولا اتصلوا معنا إخوان آخرين كنشوفوا. إذا ننتظروا يقرأ علينا سي أحمد، واش عندك شي قصيدة؟ ولكن نقرا هذه. حال اليوم لا خلي حال اليوم، الا كنتي مديرونجي، واخا حنا عندنا المسافه وداك الشيء، الا بغيتي تقرا بشكل يكون افضل مرتاح ومنات تنفس شويه، لان تفضل. حال اليوم الكلام كثير شلا ما يتقال، تعمر الوراق ويشيط وتجف الاقلام، تجبروا ورادوا من الخلق النقصان، بفعالهم تلفوا ضاقوا وبان الحق وطاحت الاعلام،
في الدل غطسوا بار راب برجهم تعبت قلوبهم وخابت الحلام. فين عنايتهم فين خيارهم بركول الأرض بالخلعة وذاقوا الآلام. فين لسانهم الطويل بيه يرهبوا ويتبجحوا دماء والقلوب ما عطفوا وتبدلت الأيام. بكوا الشيوخ بكوا الصبيان هدكوا العرض ودلوا الحكام. ضد الخالق والعبادو بالظلم صمدوا بالجرم بالغضب تعنتوا للجمول فوام. طغاو حلوا حرموا والرديلة ليها وصلوا لينا وصلوا ما عفوا وكان الانتقام. زندوها جمار هدموا الوكار زرعوا الكره السم بين الخاوة والجار. باعوا شراب باعوا شراب في ذات المخلوق حصدوا المال بلا حق ومن خالفهم يتشنق. إذن كنتم مع الشاعر أحمد حمانو في قراءة زجالية استوحاها من اللحظة يعني في سياق هاد الجائحة وفعلا كان لاحظوا فيها اعتزاز بالقيمة يعني والكرامة الإنسانية يعني وفي الفخر والاعتزاز بالمغاربة بغاربة العالم والمغاربة فيما كانوا يعني المعروفين بالشهامة يعني بالتضامن بالوحدة ديالهم والعزة النفس والكرامة. يعني هذا بدون شك يعني شاعر يعني كيعبر على مرحلة. معنا سي أهلا سي مرزق. سي العيش شويه في الصف ديال الهاتف. سي مرزق اذا انت معنا على المباشر. بالنسبه لي لك تبعتي معنا الحلقه نعم. بالنسبه لنا احنا استعرضنا يعني مراحل مهمه بشكل مختلف. قدمنا الشخصيه ديال احمد وبالاخص تاثير ديال الاسره ديالو اللي رباته على عزه النفس والكرامه بالاضافه الى التربيه والتعليم ديالو اللي كان مبني على القيم اللي كان كينقلوها الاساتذه يعني اللي كانت معروفه بالعلاقه الابويه اللي كتربط ما بين الاستاذ وما بين التلميذ في ديك المرحله وفعلا طبعات وبصمه الشخصيه ديالو كذلك قيم تربوية يعني القيم ديال العمل الاجتهاد القيم ديال يعني الثقة في المستقبل وداك الشيء. كان هناك يعني مثلا قيم كانت محمولة في الأجيال السابقة وفعلا اللي مازال دابا مطبوعة بالشخصية ديالو في هذا حتى في الشعر ديالو كنعرف شاعر يعني كيعبر على الارتباط ديالو يعني بهاد القيم هذه يعني وحتى بالنسبة لشاعر الأرض يعني مرتبط ب بالاصاله يعني ديال تعرف اخص بالنسبه للقراوي العلاقه ديالو مع الارض فقويه ونقلها هنا يعني في الشعر ديالو سواء في الشعر اللي كيعبر على البيئه ديال سي محمد. بغيتك يعني انت عشتي مع سي احمد تقدم لنا يعني بالنسبة للحياة يعني شهادات في حق أحمد وكذلك قراءة نقدية حول يعني المنجز ديالو الإبداعي. يتعلم ودائما يتعلم وهذا هو الجميل في الشخصية
أنه دائما يتعلم ومنفتح على الآخرين يتشبع منهم يفهم يقرأ أسجال وتجارب الآخرين لأنه يعطي لتجربته عمقا ولضرورته في قول الزجلي استمرارية على مستوى التطور والرقي في الكتابة الزجلية. تسمت حمانو كإنسان إنسان طيب إنسان خلوق إنسان صديق يعني صديق صدوق وعلى مستوى القول الزجلي هو الآن يعتبر كاسم لامع من الأسماء الزجلية في المغرب. قلت هذا يعود بالأساس إلى اجتهاده وإلى مكانته وإلى صغار رأسه بهذا التعبير الخارجي المتمثل أساسا في كون أنه ينفتح على الكبير والصغير وتجربته من خلال معاشرتي معه هو أنه دقق في الملاحظة ديالو حيث أنه يستطيع أن يعبر عن القضايا البسيطة التي قد لا ينتبه إليها الإنسان عموما يعبر عن كل ما له علاقة بالأرض كل ما له علاقة بالإنسان كل ما له علاقة بالبيتية الدرجة الأولى. هذا لا يعني أن أشعاره الزجلية تبتعد عن الحكمة وتبتعد عن رؤية فلسفية للكون بل إنه أيضا يسهم في جوانب كثيرة من هذه القضايا قضايا الحكمة قضايا متمثلة أساسا من تجاربه من علاقاته الممتدة تراه يجلس البسيط ويجلس المتعلم ويجلس الفقيه ويجلس الأستاذ ويجلس المهندس ومن خلال هذه المجالسة وهذا الاندماج استطاع أن يكتسب خبرة وأن يكتسب حياة يستطيع أن يجعلها يعني مصبوبة في قوالب زجلية حينما يقرأها تمتعنا بل كذلك تجعلنا نفكر وهذه قطيعة السجالة والشعراء في بعض. نعم المشترك في المنجز الإبداعي هو أنه بالإضافة حسب المسار اللي قدمناه أنه كانت هناك مسارات يعني ساهمت في التأثير في تجربته الإبداعية سواء الشخصية الذاتية بالإضافة إلى القضايا الارتباط بالقضايا القومية. وحنا كنعرفوا بأن أغنية الجيل كانت لها ارتباط قوي بالقضايا العربية والقومية وكان لها تأثير على أجيال يعني بالأخص في مرحلة السبعينات والثمانينات. وحال الجيل هذا يعني بالنسبة لك أنت المشترك اللي عندك مع السي احمد الابداعي يعني في هذه القضايا يعني بالنسبه لك كيفاش تلاقيتي السي احمد وبالنسبه لك يعني التجربه ديالو بالنسبه له انت الاقرب ليه يعني يمكن تقدم يعني اضاءات اخرى. نعم وكنت أتذكر يعني كنت قدمت قراءات يعني في تجربتي سواء في سيد حلمة وبالأخص
اخيرا يعني في الملتقى الزجل يعني اللي كان هنا في العمره اخيرا في السنه الماضيه حول حروف الصبر، يعني بالنسبه لهذا هو اخر ديوان، يعني ماذا يمثل بالنسبه كاضافه في تجربه الشاعر احمد حمانو؟ وهذا ما ننتظره منك سي محمد، أن تنزل عليه بسيف النقد يعني البطار، يعني وتقوم بتسريح جثة أشعار يعني ومع إصدار يعني تقرير خاص يعني نعم سي محمد، الكلام دون شجون، الكلام يعني نريد ان نستزيد ولكن الوقت لا يسمح بهذا، وانا بغيتك زعما في الحقيقه كنعرف الوشائج ديال العلاقه العاطفيه يعني والرمزيه اللي كتربطك بسي احمد، بغيتك توجه له في كشيخ وقور يعني في حجره الصحي، يعني توجه له كلمه بالمناسبه وبالاخص في هذا رمضان اللي معروف بمطبوع بالاجواء الروحانيه ديالو ولا لا؟ نعم شكرا سي محمد، راح نعم نعم ولن ترحمه بسيف نقدك يعني وغاية يوجد راسه يعني شكرا سي محمد على التواصل ديالك معنا، ونتمنى نتلقاو في شي فرصة أخرى أفضل من هذه يعني، ونستزيد من علمك ومن يعني الحلاوات ديالك. هذا بنت تعطيني حلوة لأنها فطرتينا قبل الوقت، يعطيك الصحة. شكرا. السلام عليكم. إذن في نفس الوقت نحاول نربطوا الاتصال، قرأ لنا السي أحمد قصيدة يعني قبل ما نتصلوا بالشاعر إبراهيم الرامي، كذلك شاعر سجال وعنده تجربة كبيرة مع أغنية الجيل اللي غادي يقول لنا هو العلاقة ديالو مع السي أحمد حملو. تفضل. كنشكر السي محمد مرزاق الأخ والصديق العزيز الغالي عليا. السي محمد مرزاق راه من اعز الاصدقاء، وهو المكانه ديالو انا عارف راسي فين عنده، وكيفاش ما يكونش هو عارفني، راه هو عزيز وتبارك الله عليه. وشكرا.
انا نولي نشارك واحد القصيده اللي هي في عزه النفس، وهذه القصيده عندها ظروف ديالها كانت خاصه. العنوان ديال القصيده الحيط عالي. قلت نيتي ليك، قلت نيتي ليك، ماني قل منك ولا انت احسن مني، ماني بالهدهود ولا طاير الحر يحلق. عمري عمري ما قلت راني جبل شامخ او فارس نوض الغبره وحدي، كفات ميزاني مساويه. انا هو انا سول، عشت في نواله، تلحفت الصوف، الخبز كليتو دخان، القديد على الرماد شويتو، الزعبول جنيتو بيدي نقيتو من الشوك، قشرتو بصبعي، شدق بارد كيكفى ونبقى في عزي، على الجوع قادر، خبزكم موجود يشيط يترمى ما بغيتو، نحزم كرشي بقنب، نقتل دلي فيا ونرفع راسي في وضح النهار، ما ننسى دقة الجاهل، في قلبي كبرت شجرة طعمها حار، سقيت عروقها حليب، زادت المرار، شهقات ليام بالدالة، راسي تبقى مرفوع، تبقى ليا، انت ربح وراس مالي، بيك نكسب الرجال، اخ من تغر وغوات الدنيا. القصيدة كتبتها نهار 20/11/2007، وعندها السياقة ديالها. عندها السياقة ديالها. سي أحمد، بالنسبة لك أنت دابا في رمضان كتكتب، عندك شي مشروع يعني في المستقبل؟ المستقبل هو خصني نحقق نزيد واحد. إبراهيم نفضل شوية، قا مسموح لي نهضر معك شوية، قا خليك. خصني ندير واحد جوج دواوين أخرى، راه عندي دابا 8 ديال الدواوين، ولكن دابا في هاد المدة خصني تاني نزيد على الأحداث العالمية اللي كنشوفوها دابا، وغالبا كتجرنا بعض القضايا العربية، لا في الزجاج ولا في الشعر الحر، كتاخذني بزاف ليها. والوضع اللي كنشوفوه حاليا والحالة اللي وصلتها الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، الإنسانية عامة، لا من الدل ولا من الضل ولا من هادشي، راه صعيب. وهادشي كنفرغوه أحيانا في الكتابة ديالي، وما بغيناش الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية ولا الإنسانية كاملة توصل هاد الدل اللي وصلت له. معنا سي إبراهيم الرامي، شاعر وزجال. سي إبراهيم، معنا سي إبراهيم يعني مباشرة على الخط الهاتف، اللي هو بنفسه يعني عنده علاقة عاطفية وعلاقة إبداعية مع الشاعر الزجال أحمد حمانو، اللي غادي يتكلم يقولنا شهادات في حق الشاعر أحمد حمانو، بالإضافة إلى يعني التجربة اللي ربطته سواء في أغنية الجيل وكذلك يعني في هذه التجربة الإبداعية ديالو. تفضل سي إبراهيم. هو أنه ذاك الوقت كان كيكتب شي حاجة بزجاج، كيجي عندي
هو واحد السي احمد، انا ديما كنقول عليه السي احمد واحد الانسان راه كيقولوا عصامي، راه عصامي زعما كيمشي يكتب له قصيده يعني القصيده الفصيحه ويكتب بالزجاج ويكتب، يعني هو عنده ذاك التحدي بغا يكتب شي حاجه راه كيكتب. وتبارك الله ما شاء الله عليه، رغم كيما هضر لكم قبيله المستوى ديالو يعني التعليمي اللي ما تحتاجش الظروف انه باش يكمل الدراسه ديالو وانقطع على الدراسه، ولكن كيطالع. انا كنشوفو دابا غير في الدار ديالو كيمشي معاه شي معرض كتاب، دائما كيشري الكتب، دائما كيشري كتب المعارض، دائما كيمشي المعارض كيشري كتب كيجيبو مطاف يقرا، كيبغي يتقى الانسان، هذا هو اللي قرر نفسه بنفسه. واللي عرفني عليه الصراحه هو شويه ديال كيما قلنا، انا كان عندي ذاك الالمام شويه الشعر، ولكن الزجاج اكثر من جاي من نابع من الدائره الغيوانيه، لانني انا تقريبا راه كبرت بديت في الحي المحمدي قبل هي من بعد ديال الدائره الغيوانيه، وبقات فيا ديك الادب من ناحيه الكلمه ومن ناحيه تعرف على السي احمد كيكتب واحد النمط شوية هو بحال قلت فيقني دار فيا ديك النزعه يعني باش نعاود نبدا نكتب، لان كنت كتبت واحد الوقت شي عباره وصل، ولكن هو اللي خلاني ديما كنخرج دوك المواقع اللي كانت على الانترنت بحال دار الادباء الجديه، واحد المواقع كثيره كنا كندخلو كنسجلو كنبدا نحطو القصائد ديالنا من بعد. نعم سي ابراهيم، نعم تابع. قلنا عفاك غير المرحله اللي تلاقيتي فيه انت شمن بالضبط، شمن السنه اللي تلاقيتي فيها يعني المرحله تقريبا نقولوا ديك عرفت انا بدايه التسعينيات، انا 87 كنت 87 جيت العوامره، قول واحد العامين من بعد 89 واحد العامين غير عامين دوزت هنا تعرفت على سي لأن هو اللي خدت الابن ديالي أولا، والابن ديالي ما شاء الله هو دابا راه خمسة اللي عنده إجازة راه بدا على أي تما كان يسمع التلفاز وكان كيعجبني يعني في مرحلة كي ديك 89 90 تما بدينا أنا وسي أحمد مبقيناش كنتفرقو، لقيت فيه داك الشيء اللي بغيت وهو كذلك لقى فيا داك الشيء اللي بغا، وما خدناش شي منطقة اللي ما مشيناش ليها يعني سارينا أنا وياه في مكان شي منطقة زجل، في مكان شي مهرجان، في ملابس القصر الكبير، ولا في العريش، ولا مشينا حتى لتونس. نعم، وبالأخص أن ديك أغنية الجيل يعني ساهمت في تكوين يعني الحس الإبداعي إلا بغينا نقولوا، يعني خصبت التجربة ديال الشعراء في المغرب، حتى الشعراء اللي كيكتبوا القصيدة يعني الزجلية. بالاخص انت واش كان عندك شي اثر كبير على هاد القضيه باش جبتي هاد الاغنيه ديال الجيل؟ واش انت يعني كان عندك واحد الدور كبير في هاد المساله هادي؟ محاورة كيكون عزيز وكان
الاستاذ النووي ديال الصليوان، ودرنا انا وياه محاوره بالاسجال ديالنا، يعني ولا نبدا باليه انه يعني مزجتوا بجانب الابداعي وجانب الغنائي، بدك يعني كتدخلوا في الروح وكتمسحوا ديك الاغاني وديك الشيء، وكيكون فيها حتى الجانب ديال التشخيص يعني في خشبه مع الجمهور وديك الشيء، يعني كانت واحد التجربه في الحقيقه ممتازه. يعني المسرحه اللي بغينا نقولوا الشعر الزجالي، هذا كانت تجربه انا شخصيا انا عجبتني هذه التجربه هذه. ويجي الوقت ان شاء الله ونزيد نفصلوا ان شاء الله كبير اكثر في المشروع. بغيت جانب واحد اخر اللي فعلا ما طرقنا له شيء، هو بالنسبه للمشروع يعني ديال تنشيط يعني الثقافي داخل جامعات العوامره، بحيث استولك الملتقى ديال الزجل، يمكن تقولنا على كيفاش جات الفكره والعلاقه ديالك مع سي احمد؟ انت واحد مجموعه كوكبه ديال السليت ولا بندغه العمراني ولا يعني زيطان، يعني واحد المجموعه ديال الفعاليات الثقافيه والجمعويه اللي كتساهم يعني في اشاعه ديال الجماعه ديال هذا، وفي الوقت اللي كانت واحد التربه يعني غير مؤهله، يعني انتم جيتوا زرعتوا واحد التربه يعني يعني باش تكون الثقافه في الجماعه. انت تكلمنا على التجربه هذه اذا كان ممكن. وانا معك، شوف انا معك، وانت وجه له هذا الخطاب ليلو مباشره، ومن هنا يكون واحد الحواريه ما بينك وبينه. ماكرهش وماكرهش تدندنوا على شي حاجه ونختموا بها يعني معكم بجوج بكم. تفضل سي احمد. سيدي ابراهيم تبارك الله عليك بخير، يعني قرب هذاك الميكرو عندك، قرب الميكرو عندك. الله يجزيك وسيدي، شكرا على الكلمه المبروكه ديالك. وهذا الشيء ما جاش من فراغ، هذا جا من واحد مسيره، واحد محبه، واحد صداقه اللي هي صادقه الحمد لله. ايوا نطلب الله تعالى تبارك تكمل المسيره ديالنا في هذا الميدان. ايوا والله احباب. يلا سي احمد، يلا سي احمد، يلا دندن سي احمد. ايه دندن دندن يا الهجهوج حرك الضواخل، دندن يا الهجهوج حرك الضواخل، وجلينا من حر السوق في المجاهل. يا اخي عذرني الا فاضت مني دمعه، عذرني الا خرجت مني وجعه، عذرني الا صابت الخاطر فجعه. دندن وزيد دندن واكتب، كون عليا شاهد بحق الاولاد، بحق العباد، بحق الجواد، بحق كل العباد، نعطيك العاهد تبقى على الدوام في البال، ديما تصيبني حاضر ليك يا ابراهيم واعد. اذا نختم بهذه الابتسامه من السي احمد، يعني هو منشرح يعني مع يعني كاين هذيك تلاقات الارواح يعني ديال المبدعين ديال الشعراء، يعني
يعني وهذا هو الشعر. يعني هو ملي كتكون الاحاسيس صادقه كيكون الانسان بعيد على ذلك العالم ديال النفاق والعالم ديال الزيف. الشعر سي احمد سي ابراهيم وهكا كنختموا، وكنتمنوا نتلاقاو معكم، وكانت جلسه ممتعه في الحقيقه ديال السي احمد. صرنا معاه تجربه الحياتيه ديالو وكذلك التجربه الابداعيه والفنيه حتى مع هذا، وكانت هناك شهادات ويعني وقراءه في منجزه الابداعي. وكنشكركم، كنتمنوا نتلاقاو معكم مع المبدعين ديال جامعه العوامره، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. شكرا.